يوم تحسيسي وقائي محض على مستوى ولاية سطيف ليشهد انطلاقة رسمية لفعالية حملة وطنية للوقاية من أخطار موسم الشتاء، خاصة المتعلقة بشق الاختناقات بغاز أحد أكسيد الكربون، وكذلك جانب آخر خاص بالأخطار الكبرى وهو الفيضانات. طبعا نسعى من هذه الانطلاقة الرسمية في تنفيذا للبرنامج الذي تم تسطيره منذ 29 أكتوبر الماضي، خاصة لما بدينا العمل على مستوى الوسط المدرسي وعلى مستوى المساجد وكذلك الجامعات ومركز التكوين المهني، خاصة الاختصاص الترصيص والسمكرة. اليوم عن طريق انطلاق هذه الحملة وقافلة الوقاية التي تجوب كل بلديات ولاية سطيف وكذلك على المستوى الوطني، بالإضافة إلى القيام بمعارض على المستوى الصحة العمومية واقتراب من المواطنين في إطار الإعلام الوقائي الجوالي، توزيع المطويات، تقديم نصائح وإرشادات في ما يخص يعني استعمال وسائل التدفئة سواء كانت أجهزة التدفئة أو سخانات الماء، وكذلك المرور للجانب آخر في إطار الإعلام الجوالي وهو مع شركائنا الفاعلين كصنع الغاز وكنفطال والمجتمع المدني. بلغة الأرقام 126 حالة وفاة منذ فتح جونفي إلى صباحة اليوم، وما يفوق 2434 شخص اللي تم إنقاذه من الموت المحقق ونقله إلى المستشفيات، دون نسيان سنة 2022 اللي كانت فيها 111 حالة وفاة بغاز أحد أكسيد الكربون و2112 شخص كذلك مصاب.